بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد يا رب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا عظيما يرجى لكل عظيم، اغفر الذنب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في وقفات نتقدم إلى العالم الإسلامي بالتهنئة بشهر شعبان. هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. الناس كانت مهتمة بشهر رجب باعتباره شهرا حراما من الأشهر الحرم، ثم تتوجه الهمم إلى شهر رمضان والتهيئة لرمضان المادية حتى المعنوية والروحية، فيغفلون عن شهر شعبان. هذا الشهر شعبان يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشهر الذي يرفع الله عز وجل فيه أعمال الإنسان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان الأيام الكثيرة. شهر شعبان هو شهر كما شهر رجب يتهيأ فيه الإنسان لشهر رمضان. احنا والكثير منا لا يتهيأ لشيء إلا الماديات، هو الطعام والشراب وشنو يلزم رمضان ومهكل العولة وما شابه. حتى إذا جاء رمضان دخل في عبادة الصوم وقراءة القرآن، فلا يكاد الإنسان يجد نفسه مهيئا لهذه الطاعات والعبادات، بل هناك خمول وهناك ثقل وهناك ركود وهناك ربما جفاء لقراءة القرآن، لأنه لم يتعود على قراءته في شهر رجب، ولم يتعود على قراءته في شهر شعبان، لم يتعود على الصدقات، لم يتعود على قيام الليل، لم يتعود على الصلاة، لم يتعود على الخشوع، لم يتعود على أعمال كثيرة نريدها أن تظهر في رمضان. الأيتام، المساكين، المحتاجين، كلها صدقات يتعود عليها الإنسان. الصدقة مش لازم تقسم أنت قضيتك في نصف أو في ربع، المهم أن تساهم، اسمك معطي، أن تعطي ولو النزر القليل، ولو الشيء القليل. نعم، نهيب نحن بالذين رزقهم الله عز وجل، فلينفقوا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى حلالا طيبا، فلينفقوا مما آتاهم الله جل جلاله من الفضل والخير، وليعطوا لهؤلاء الفقراء والمساكين. فما من صدقة إلا وباعدت وجهك على النار يوم القيامة، وما من صدقة إلا ويشفى بها الإنسان ويدفع الله عز وجل بها البلاء على هذا الإنسان. ما فماشي إنسان لا يريد بدل الحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كيف ينالها هذا الإنسان؟ بهذه الصدقة، وإن كانت قليلة. العبرة بالمشاركة، وليس العبرة بأن تكفي هك الإنسان وأنك تخليه غني وعنده كل شيء. نريد هذا صحيح، ولكن إذا لم يستطع الإنسان فليدفع ما طابت به نفسه، وليدفع ما يشاء من الخير ومن الفضل، عسى ربه عز وجل أن يرفع له بها درجاته يوم يلقاه سبحانه وتعالى. هذه الوقفة الأولى. والوقفة الثانية: تنظيم أوقاتنا في العطل. أبناؤنا اليوم في عطلة، ماذا يفعلون؟ أين الأولياء؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الإخوة الكبار في الأسرة؟ ماذا يفعلون حيال أبنائنا الصغار؟ لابد من تنظيم أوقاتهم. ربي عز وجل أعطانا وليدات لنحافظ على أبنائنا، ما نعلمهمش بلادة الذهن بدون مطالعة، ما نعلمهمش يخليهم يخرجوا البرة باش يلعبوا راهم يتآذوا في هال الطقس الحار وما شابه. نريد أن ننظم لهم أوقاتهم، ما يسالش عندهم وقت للعب، عندهم وقت للمطالعة،
وقت للعبادة. شوف اليوم نسمع عن معسكرات قرآنية هنا وهناك في عدة جمعيات في تونس وفي غيرها العاصمة وفي الجهات والولايات، هناك معسكرات للقرآن الكريم. هناك كما السنة الماضية هناك معسكر سورة البقرة، الكبار والصغار يحفظون سورة البقرة، كان مشهدا رائعا جدا جدا جدا. وها هي السنة أيضا هناك دورة وهناك معسكر لسورة الكهف وللكبار، وهناك معسكر لسورة تبارك للصغار. فلنملأ أوقاتنا قبل أن يأتي رمضان حتى نشتغل في رمضان، نعم، بالعبادة والقيام والتهجد والصيام وقراءة القرآن، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على الهدى والتقوى. ولكن لابد أن نعين أبناءنا على تنظيم أوقاتهم. ولذلك كانوا في امتحانات وخرجوا من امتحانات ما همش عارفين ايش يعملوا، يسهروا برشا، يقعدوا برشا قدام الانترنت. هذه مضرة، مضرة للأوقات وقهر وقطع وقتل لهذه الأوقات، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نريد من أبنائنا وربي عز وجل يعطيهم الصحة أيضا أن يستفيدوا من هذه الصحة، وأن يستفيدوا من هذه الأوقات، من هذا الفراغ، أن يملؤوه بالطاعة، أن يملؤوه بالعمل الصالح، أن يملؤوه بما يفيدهم. شنو قاعد الطفل الصغير 12 ساعة قدام الكمبيوتر لا يكاد ينهض من أمام الكمبيوتر؟ هذا ظلم للصغير، لا يجوز. الوقفة التالية تتعلق بصناعة الأراجيف، صناعة الكذب، صناعة الفتن، صناعة القلاقل، صناعة الأخبار المزيفة، صناعة الأخبار المختلقة التي تدخل البلاد في حيرة، وتدخل البلاد في نزاع، وتدخل البلاد في خراب، تدخل البلاد في متاهات وفي تيه وفي ضياع. هذه صناعة الأراجيف بدأت مع الإنسان الأول، إنه يختلق الخبر إما باش يسلي نفسه، باش يضحك كي يرى هكا ردة الفعل وردود الأفعال يقول والله عملتها ونجحت، وإلا باش ربما يلبي رغبة من رغباته، باش يمرر فكرة من أفكاره فيأتي بخبر مختلق، وربما من أجل غاية أكبر من هذه الغاية، وهو إدخال البلبلة في صفوف الناس في مجتمع واحد بخبر مختلق وبخبر كاذب وباختلاق لإشاعة. فيأتي الإنسان من أفكاره ومن لبنات أفكاره، ويأتي هذا الإنسان بخبر فينشر هذا الإنسان على الفيسبوك أو على أي مجال من هذه المجالات المفتوحة اليوم، وإذا به يساهم في إدخال الناس في متاهة وفي بلبلة وفي خوف وفي فزع وما شابه ذلك. نقل الإشاعة حرام في ديننا، لا يجوز أن تنقل خبرا إلا متى تأكدت منه وتأكدت من صلوحيتك في نقل الخبر. يعني مش أنه فما خبر صحيح، أيوة أنت هو خبر صحيح، وأنت شنو مهمتك حيال هذا الخبر الصحيح؟ يعني ما دورك أنت أمام هذا الخبر الصحيح؟ هل هي مهمة؟ هل هي وظيفة؟ هل هو عمل؟ لأن نقل الخبر فيه حرفية، يعني يختلف كلمة عن كلمة ويختلف نقل عن نقل. اليوم احنا أمام وكالات أنباء عالمية تضطرب الأخبار وليست بالخبر، وليس بالخبر الصحيح. فما بالكم أن نأتي نحن اليوم بالأخبار من الفيسبوك وأن نتناقل هذه الأخبار؟ فعندما نتناقلها بدون تريث وبدون تثبت، يقع أنه نحن نساهم في هذه الإشاعة، ونساهم في إشاعتها بين الناس وإدخال البلبلة بين الناس. وها هي النتائج التي عشناها ونعيشها، وسوف يعيشها الإنسان ما حيا في هذه الحياة وفي هذه الدنيا. لكن دورك أنت، هل أنك تساهم في هذه الإشاعة، أم دورك أن تحد من هذه الإشاعة، أن تتأكد من الخبر، أن تتأكد من مصدر الخبر؟ اليوم كما ذكرت وكالة أنباء، وكالات أنباء عالمية تخطئ في الخبر، فما بالكم والناس على اختلاف مشاربهم واختلاف مهاراتهم في نقل الأخبار؟ فهل نستطيع أن نؤكد مثل هذه الأخبار حتى ننشرها وحتى نشيعها بين الناس فندخل البلبلة بين الناس؟ الكثير من إخواني الذين يشاهدونني الآن يظنون أنني أتحدث عن معرض العبدلية، لا أتحدث عن معرض العبدلية. والكثير منهم أيضا يظنني أنني أتحدث عن جامع الزيتونة كخبر،
أيضا لا أتحدث عن جامع الزيتونة، إنما أتحدث عن الخبر بصورة عامة، عن صناعة الأراجيف بصورة عامة. قبل وبعد الثورة الأراجيف كثيرة والإشاعات كثيرة، ولا يستطيع الإنسان أن يتحرى في مثل خبر ينقله هنا وهناك، ويتعلق هذا الخبر ساعات بشخص، ساعات بمجموعة، ساعات ببلاد كاملة. إذن الإنسان سوف يحاسب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في اللقاء الماضي تكلمت عن التقوى، أن ترى ربك في جميع عملك وفي جميع أعمالك. التقوى أن ترى ربك في جميع أقوالك. التقوى أن ترى ربك في كل كلمة تخطها يمينك، أن ترى ربك فيها. هل هو خبر صادق أم هو خبر كاذب؟ هل هو خبر صحيح أم هو خبر ملفق؟ لابد للإنسان أن يعمل عقله وأن يعمل فكره، لأن النتائج فيما بعد تأتي كنتائج وكعواقب وخيمة، خراب وناس جرحى وأموال الناس العامة والخاصة مهدورة في الطرقات العامة نتيجة هذه الأخبار الزائفة التي ينشرها الإنسان دون وعي. لذلك حرم الإسلام على المسلم وعلى الإنسان أن ينقل مثل هذه الأخبار مهما كانت هذه الأخبار. إذا كان من شأنك ومن وظيفتك ومن عملك أن تنقل الخبر أو أن تكتب خبرا، عليك أن تدرك مصدر هذا الخبر أنه خبر صحيح، وأن تتثبت من الخبر، ثم بإمكانك أن تنقله إذا كانت مصلحتك تقتضي أن تنقل الخبر. الإسلام، ونحن نعلم أن الإشاعة لن تنقطع، ولكن لنعمل على الحد منها لأنها مخربة للبلاد. يعني الأيام القليلة الماضية شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ أحداث وأخبار وطلعت من بعد ما هيش صحيحة، أو في جزء منها ما هيش صحيحة وجزء آخر صحيح، ومن بعد البلاد دخلت بعضها، والبلاد شنو اللي صار فيها؟ هذه النتائج من يتحملها؟ إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى من سيتحملها؟ عندما تحدثنا في اللقاء الماضي عن المقدسات، خط أحمر لا نتحدث أكثر من هذا، خط أحمر لا يجوز للإنسان أن يتخطاه أو أن يتعداه بأي صورة. هذا من حقي فلا تتجاوز حقوقي، وعندك حقوق لن أتجاوز حقوقك. سوف أحترمك كإنسان وتحترمني كإنسان، وأن تحترم عقيدتي وأن تحترم ديني وأن تحترم مقدساتي ورموزي. فينبغي إذا أردنا أن نتعايش في بلد واحد، وأن لا نقسم المقسم، وأن لا نفتت المفتت، وأن لا نشتت المشتت، وأردنا أن نجمع هذه البلاد، فنحن ننحو نحو وحدة وطنية، وأن نجتمع وأن نتآخى وأن نتصافى.